السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامج من راديو كو، برامج المناظرات الكبرى في عالم الإسلام والدين الواحد. مرحبا بكم، معنا الشيخ حيدر للمرة الخامسة، ضيفنا المفضل الشيخ الشيعي حيدر ابن المهدي المنتظر أو اللودينج أو ال... مرحبا بك. اهلا وسهلا بكم على الحضور جميعا، ومرحبا بكم. اهلا وسهلا، مرحبا بك، يا اهلا وسهلا بك. ومعنا في الطرف الاخر الشيخه امينه الذاكرين. اسف على الطرف، لا ما عليك اسمك خالد نعم، لكن اهلا بك يا شيخه. أشكركم على هذه الاستضافة، وأنا جدا سعيدة كوني حضرت هذه المناظرة الذي سوف تبين للناس كثير من الحقائق بإذن الله، سوف نتوصل لها بإذن الله. هو كلامك صح، يعني في عندنا أسئلة قيمة وجدنا كثير أسئلة أونلاين، أرسلوا لنا إياها على radioco@gmail.com radioco@gmail.com. السؤال هو جانا سؤال أول عن السؤال الأول هو لماذا اختلف المسلمون؟ لماذا اختلف المسلمون للشيخة من نظري؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أصحابه على نعم. أنا أحب أن أقول الحمد لله على نعمة الإسلام، وعلى هي نعمة الإسلام نعمة كبيرة. لو سمحت خلت أتكلم في خضم الموضوع، سؤال ما كان أعتقد كذا. أوكي. نحب خلينا أنا أوجه السلام. نحب نتحمد إن الإسلام نعمة جيدة، وأحب أقول إنه الإسلام ما كان فيه اختلاف، والحمد لله نحن المسلمون متفقون. ما تسأل عنه هو تشيع، وهو شيء إذا فكرت فيه مش لا وجود له، حيث أن التشيع كما قلت. لو سمعت هذا خروج عن النص. أنا أطالب أن الطرف المخالف أن يكون في خضم الموضوع. هو كانت صح. صح. فالتشيع لم يذكر في القرآن، ولا أنه هو شيء حقيقي موجود، فهو فقط خرافات وخزعبلات تطرأ فيه بعض المنافقون الذين يحبوا أن يدخلوا أي شك. لو سمحت هذا طعن فيه. دقيقة يقول منافقين، لما تقول عن المنافقين؟ دقيقة، في ناس يقولوا مقدم البرنامج. نعم. لو سمحت، هذا تطاول على المعتقدات الأخرى. أنا جدا مع المعتقدات، لكن أنا لا أتكلم عن كل عن ديانتكم، أقصد عن تشيعكم. كل ما أقوله إنه المنافقون قصوا عليكم. أوكي، لا تروح بعيد. نعم. الله خليك. الله خليك. نعم. أنا هذا وأنت لا تسعى له يا شيخ. نعم. أنا ما أزعل أبدا، هذا مش أخلاق شيعي. الله يخليك. سؤالنا كان ليش اختلف المسلمون؟ لم يختلفوا، والحمد لله أننا نحن في هدى، وبارك الله لنا جميع سنيون، لأن هذه هي. لا. في ناس بيقولوا في ناس بيقولوا كلمة سنية هي اختلاف. نعم اختلاف. نعم، نحن ما في شيء اسمه سني وشيء، هذه مفاهيم. نحن نمشي على سنة الله. نحن ما اخرجني رسول. نعم. اوكي هدي الله وسنة رسول. اوكي، فاريد ان اقول لك، اخرج لي من القرآن الان شيء يقول يعني عن تشيع. نعم، ما في تشيع في القرآن، ما في ما في تشيع. نعم الحمد لله. دقيقة، أنا فاهم وجهة نظرك، وهي معقولة. هو صحيح صح؟ هو معقولة على وجهة نظرك أنت. لو روح أنت للشيخ حيدر، سمعت الشيخ، آسف على تقليل من قيمة، لكن سمعت الشيخ، جاوب على السؤال، لماذا اختفى المسلمون؟ مشكوت. السلام عليكم. أول شيء اللهم صل على محمد وعلى آله، ونقطة من أول سطر. أوكي.
أولا نحن لم نختلف مع المسلمين أبدا ولن نبتعد عن المسلمين أبدا، بل نحن هم المسلمون، نحن هم الطريق القويمون، نحن هم المهتدون، نحن الذي ندخل الجنة من أبوابها السبعة أو لا ندخل جهنم أبدا قط. غير المخالفين المنافقين الذين يقعدون ويهدر منهم كلاما، هل تعرف إسهام الكلام الذي الإثم ما ثقل هذا الإثم؟ شو ثقله؟ كبير. أوكي. كم وزنه؟ الآن السؤال هو المسلمين لم يفترقوا، المسلمين كانوا شيعة وسوف يظلوا شيعة. أوكي شيخ، سؤالنا الثاني يكون فقط عن شيعة، فسمحتك اعذرينا. ما هي الولاية التكوينية؟ الولاية التكوينية، الولاية التكوينية سلام الله عليه سلم صلى على النبي عسسنا فكر في تنقيعه عليه الصلاة والسلام. نعم، أولا الولاية التكوينية عبارة عن لكل قوم هاد، شو يعني؟ يعني لكل قوم إمام يهديهم. أوكي. وكل إمام له الولاية التكوينية. ممكن تعطيني بس الباسورد مال الواي فاي؟ باسورد الواي فاي؟ أوكي. هذا خروج عن النص. لحظة، هذا خروج عن النص ولا لا أرضى به؟ كيف تسمحون؟ كيف تسمحون؟ شو الباسورد؟ كيف تسمحون؟ كيف تسمحون؟ أنت خليك الجواب. لا شوف أذهب. أنت لا شيخ، تعال 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 يا شيخ، شيخ صل عليه. ما هذه تقول صل عليه؟ ها؟ ما هذه تقول هذا واي فاي؟ ما في ما هذه واي فاي؟ واي فاي تقول واي فاي زوجة بيتي هي. نعم. أوكي. نعم. جبت فون مالك أنت بس. أوكي خلاص شكرا تفضل. شيخ. سماحة. وجودك معنا غالي جدا. أغلى من هي، قول. أغلى من هي، قول. لا كذي تزود يا شيخ. بس هي كذي، نكمل. أوكي أوكي. أنا أسمح لك لكن أنت قلتها. شيخ، جوع سؤال على قد ما هو. ما هي الولاية التكوينية؟ الولاية التكوينية هي عبارة عن معجزات الرسول مع الأئمة. أرسل؟ نعم. أنا لا أتكلم مع هذه المخالفة. معجزات إليها إنها متخلفة. معجزات الرسول كانت ولاية تكوينية؟ نعم. أنتم تعرفوها كمعجزة، نحن نعرفها ولاية تكوينية. اختلاف ثقافات يعني، سوري. يعني سوري. والله العظيم. نعم. يا شيخة. نعم. أنت سمعت عن شيء اسمه ولاية تكوينية؟ أيوة، عندنا جروب في الواتساب اسمه الولاية التكوينية. هذا خروج عن النص لمرة ثالثة. شيخ انت جايبني هني طويل، الله يطول بعمرك، هاي تستهزئ باطراف الدين. والله اذا حضرتك ان يبتر لسانها. لحظه والله 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 اذا حضرتك في الجروب تستانس. سوف تستانس، سوف تستانس. ما هذا هذا عقل يعقل؟ هذا تفكير يفكر به بني ادم؟ الولايه التكوينيه سمعت انها خزعبلات يتناقشوا. انا هذا ما سمعت عنه، فهذا رايي او اللي سمعته. هذا خزعبلات يتناقلها بعض الشيعة. سمعتيها من من؟ بعض الشيعة أجمعين. بعض الشيعة. وسمعت واحدا في برنامج أحد الشيعة يتكلم عن الولاية التكوينية وأن هو الوحيد الوكيل فيها. أنت عندك وكالة ولا كيف؟ دقيقة. نعم. خلنا الناس أسئلة. تفضل خذ راحتك. من الصحة مؤهل يكون عنده ولاية. عنده ولاية تكوينية. الأولياء أو النائبون عن المهديين مثلا. أنا أنت سماحة ولا نائب؟ مذيع تابع النقاش. نعم مذيع، سأل بلالك، هو سماحة ولا نائب؟ هو أنت سماحة ولا نائب؟ سمحوا لي أن أنيب عنه. سمحوا لي أن أنوب عنه. شيخ أثبت لنا أن المهدي موجود بيننا. أعيد السؤال. أثبت أن المهدي المنتظر اللودينج. نعم. موجود. أوكي ألو. كرم. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام على الهواء. شو تريد؟ أنا في كل مكان. من أنت؟ أنا في كل مكان. أنت مين؟ وأيضا في السرداب. ها؟ لا ليكب. شيخ لا سمح لا تقاطع من الله. والله عنده رسالة في السرداب. لدي من القول ما ينفع المؤمنين جميعا وينصرهم على الأعداء ويتآلف ما في قلوبهم ويصبح جميعا شيعا. من انت؟ من انت؟ انا هو. انت مين؟ انا هو وهو انا. شوف بفدار يعني انا المهدي في المنتظر. انا في الطريق. انت فترة مو السرداب. قولي من هو؟ اسمي المهدي كامل سون. سون بالنون. حلو زي الحسين يعني. اسمع علي قوم. بس والله صوت يشبه هذا اللي في برامج ترايل مال. اسمع علي قوم. ايوه اسمع علي قوم. والله اني انا الان لماذا قطعت الخط؟ لماذا قطعت المهدي المنتظر؟ سمعت سواح دقيقة لا تروح وقال لا تروح وقال كفل لا تعال 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 شيخ صل عليه استهدى بالله عوذ بالله عوذ بالله استهدى بالله عوذ بالمهدي عوذ بالله يا زين ترى ربك ربك نفس الشيء ربنا أكبر ها أوكي ربنا مش أكبر فكرتوا عن المهدي كيف يذكروا عليه ما هو كان المهدي هذا ما قال هو مين ما قال هو مين كنا استنى يقول هو مين سألته كذا مرة هو مين بتفهم يا شيخ بعد هالمعجزة لازم بعد. ذكر لازم لازم يعني إني أبكي اسمعوا عني الله يخليك اسمعوني أنا أبكي لأن المهدي لا ينفع ويضر سكر على خط فأنا من هذه القناة أعلن لا 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 يا شيخ 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 الحمد لله تسنن الشيخ ما شاء الله الحمد لله سأصبح لي أسنان زائدة ما شاء الله الله أكبر الله أكبر أصعبه فرنس 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 الحمد لله الله يخليك الله القناة هذه زينة صراحة لقد نحمد الله على هذه النعمة سكرنا على التفون بس الحمد لله والله كنت عارف زين سكرنا عليه يا ريال بالضبط يا الحمد لله كنت على ضرر على... نعم كذا دائما دائما كنت ادخل الحمام ولا افتح الليت نعم لان الليت امامي كنت اعرف الحين تقدر تاكل جبن اتصلوا في ماكدونالدز الله يخليك وكثر الجبنة جزاهم الله الف خير منا دبل تشيز برجر دبل تشيز الحمد لله اني فرحان اني اقول هذا الاسم كنت أذهب بكل الأماكن وكنت كل أماكن مظلمة نعم كنت أطلع في الليل فقط معك الحمد لله والآن أستطيع أن أطلع في الصباح الله أكبر الله لن أكون أكبر. أبداً مصاصي دماء الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكراً شكراً إلى أمل اللقاء فيكم في الأسبوع القادم الحمد لله أرسلوا إيميلاتكم على الراديو كو نشكر الشيخ أمينة ذاكرين ذاكرين أيوه ذاكرين ذاكرين الله يخليك الحمد لله الحمد هذه هذه يوم المبارك والحمد لله يوم المبارك نعم مباركين والحمد لله ونتمنى الجميع الضالين أن يهتدوا ما عنده شغلة العملة أنا هو مين أنت لقد تقطع الخط أوكي لم يسكروا علي الخط إلى اللقاء لقد رجعت الى تشيعي الله يعني سامي يا رجال لقد رجعت الى تشيعي انا كنت شاك حمشي في الظلام خلاص ما في مشكله حدخل حمام بعد ما ترجمت كسر الطلب شيخ خلاص يلا مستودعك والله على امل اللقاء فيكم ان شاء الله ان شاء الله اصحابه نعم وعلى اللقاء يا جماعه الخير اشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته